أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب آخر من أبواب كتاب الكافي الشريف تحت عنوان أن الإمام عليه السلام يعرف الإمام الذي يكون من بعده، وأن قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فيهم نزلت. الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، وهي سورة الولاية التي يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بولاية الانبياء وبولاية رسول الله صلى الله عليه واله وبولاية الائمة من بعد الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام وينهى عن ولاية الشيطان واولياء الشيطان في هذه السورة الذي محورها الولاية يبين حال اهل حال اهل الكتاب في تعديهم هذا الواجب ويرشدهم الى الولايه الصحيحه وكذلك يحذر المسلمين من اتباع اهل الضلال ويرشدهم الى الولايه الصحيحه، في ضمن هذه الايات في سوره النساء نزلت هذه الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. هذه الايه ولو معناها عام لكن شان نزولها في الائمه عليهم الصلاه والسلام. يعني الله سبحانه وتعالى يامر رسوله بأن يبلغ ولاية علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام ويأمر كل امام ان يبلغ للناس امامة الامام التي الذي من بعده وكذلك يسلمه ودائع النبوة هي امانات من زمان ادم انتقلت من نبي إلى نبي أو وصي إلى أن وصلت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أمانة في يده فأمر قبل رحيله أن يسلمها إلى الإمام علي عليه السلام والإمام, والإمام علي عليه السلام أمر بتسليمها إلى الإمام الحسن وهكذا كل امام يسلم هذه الامانات ودائع النبوه من الكتب السماويه، وسلاح رسول الله صلى الله عليه واله، ومواريث الانبياء كعصا موسى مثلا، وغير ذلك، هذه كلها تنتقل من امام الى امام، وهي الان بحوزه الامام المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف، شأن نزول الآية في هذا الأمر علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام، الله يأمره قبل رحيله وقبل استشهاده أن يسلم هذه الأمانات كلها إلى الإمام الحسن مواريث الأنبياء ووداع النبوة والامام الحسن قبل رحيله يسلمها للامام الحسين وهكذا. طبعا هذا الشأن نزول الايه وحسب القاعده الاصوليه خصوصيه المورد لا تخصص الوارد فالايه ولو نزلت في مواريث النبوه وودائع الانبياء لكنها تعم جميع الامانات. فإذن الآية تتضمن جانبين، الجانب الأول ما يتعلق بالإمام اللاحق أن تسلمه الأمانة. الجانب الثاني يتعلق في علاقة الإمام مع سائر الناس، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نحن لا بأس أن نقرأ ونتلو بعض الآيات قبل هذه الآية ليتبين أن السياق هو في هذا المعنى، في معنى الولاية. الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يقول في الآية 51 وما بعد: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يعني يتولون اولياء الشيطان الجبت كان صنما من اصنام العرب ويطلق على كل حاكم جائر والطاغوت صيغه مبالغه مثل الملكوت فهو اصل طاغوت بالاعلال والقلب صار طاغوت وهو كل طاغ مستبد يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. يعني يكسبون ود قريش بان يقولوا لهم بان الاله الذي يعبده المسلمون الجبت والطاغوت خير منه والعياذ بالله. اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك؟ النبوة التي يعينها الله سبحانه وتعالى، هل لهم نصيب من ذلك؟ كلا، لو كان لهم نصيب من ذلك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، شيء قليل جدا لا يؤتون الناس. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يعني يحسدون رسول الله وآله، لماذا؟ لأنهم كانوا يرون ان الله سبحانه وتعالى آتى الرسول النبوة وآتى آل الرسول الإمامة كانوا يحسدونهم على ذلك أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما لماذا تحسدونهم؟ كما ان الله فيما مضى جعل النبوة في آل ابراهيم ومنهم انبياء بني اسرائيل كذلك الان يجعل النبوه في محمد صلى الله عليه واله والامامه في ال محمد عليهم الصلاه والسلام فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحك والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من بني اسرائيل من امن به ومنهم من صد عنه يعني اذا رفضوا نبوه محمد صلى الله عليه واله ورفضوا امامه الائمه عليهم السلام فهذا دابهم ايضا اسلافهم قسم منهم رفضوا وقسم امنوا ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يهددهم بالنار ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما ثم يقول والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الكلام السياق شنو هو في اطاعته الرسول صلى الله عليه واله في ولايته في الملك الذي آتاه الله سبحانه وتعالى لرسوله كما آتاه لآل إبراهيم من قبله الملك العظيم يعني الطاعة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ودائع النبوة وصلت إليكم فأدوها لمن أمركم الله سبحانه وتعالى أن تعطوه إياه وهم الأئمة الذين يأتون من بعدكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله ي... نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا يوجه الخطاب للمؤمنين أول كان الخطاب أهل الكتاب ثم توجه الخطاب للأئمة ثم توجه الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا سياق الآيات حول الولاية، وهذه الآية في ضمن هذا السياق تدل على هذا المعنى. بعد ذلك في هذه الآيات يوجد سؤال. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. السؤال شنو هو؟ ان الله سبحانه وتعالى امر اطاع بامرا باطاعه مطلقه لله، وبإطاعه مطلقه للرسول، وبإطاعه مطلقه لاولي الامر، وقد ذكرنا فيما مضى أن من يأمر الله سبحانه وتعالى بإطاعته إطاعة مطلقة لابد أن يكون معصوما. يجب عليك أن تطيعه في كل شيء. زين إذا مو معصوم أخطأ. هل يجب علي أن أطيعه في خطأه؟ يصير تناقض في الآية. الله يقول حرام مثلاً، وهذا الشخص غير المعصوم يقول حلال أو يقول واجب. زين إذا أنا أردت أن أطيع الله أخالف هذا. وإذا أردت أن أطيع هذا خالفت الله سبحانه وتعالى يصير تناقض في الآية وهو محال أصلا فحينما يأمر الله سبحانه وتعالى إطاعة أولي الأمر لا بد أن لا يكونوا مخطئين لا يخطئوا أصلا دائما يكون أمرهم متطابقا مع أمر الله نهيهم متطابقا مع نهي الله عندما الله أمر بإطاعة الرسول الرسول معصوم لذا امره ونهيه متطابق لامر الله ونهيه دائما لذا قال ومن يطع الرسول فقد اطاع الله في هذه الايه يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فمعنى ذلك ان اولي الامر معصومون وينحصر ذلك في الائمه من اهل البيت عليهم السلام لاجماع الامه على ان غيرهم ليسوا بمعصومين ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. هنا لم يذكر اولي الامر. بعض العامه تصوروا شنو المعنى؟ فان تنازعتم يعني تنازعتم مع اولي الامر. اختلفت ويا اولي الامر الفيصل يكون لكم كتاب الله. الفيصل يكون سنة الرسول صلى الله عليه واله. زين الله كيف يامر باطاعه اولي الامر اطاعه مطلقه ثم بعد ذلك يرخص في التنازع معهم. يمكن؟ يقول أطيع اطاعه مطلقه لكن اذا تنازعت وياه مو مشكله لا تطعه ارجع الى الكتاب والى الرسول صلى الله عليه واله. هذا مو معقول أصلا يصير تناقض في الآية فإذا الإمام في هذا الحديث يقول الذي خوطب بقوله أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم هم سائر الناس هم المخاطبون وهؤلاء هم الذين يراد بهم في قوله فإن تنازعتم في شيء مو التنازع مع أولي الأمر لا التنازع فيما بينكم أنتم ناس من المسلمين من العلماء من غير العلماء تنازعتم في شيء لا أن النزاع يكون مع أولي الأمر لأن السياق في الضمائر كل خطاب لعامة المسلمين وليس الخطاب لأولي الأمر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم، يعني أنتم المؤمنون الذين أمرتم بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. زين لماذا هنا لم يذكر وإلى أولي الأمر؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والى الرسول، مثلاً والى اولي الامر لماذا لم يضف هذا؟ الجواب لوضوح ذلك لان اطاعه اولي الامر هي اطاعه للرسول صلى الله عليه واله فاذا المعنى يكون فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول او الى اولي الامر الذين يرجعون الى الله والى الرسول لأن الرسول مشرع كما ذكرنا فيما مضى الله سبحانه وتعالى أعطاه الولاية التشريعية. وبرحيل الرسول الدين كمل فلا تشريع بعده. الأئمة عليهم الصلاة والسلام يبينون شريعة الرسول صلى الله عليه واله لا أنهم يشرعون أحكاما جديدة. فإذا انتوا تنازعتوا في شيء من احكام الشريعه لازم يكون عندكم دليل اما من كتاب الله ان الله شرع ذلك او يكون عندكم دليل من سنه الرسول ان الرسول هو الذي شرع هذا واذا تراجع الامام الامام هو ما يشرع الامام يبين ولذا في الحديث أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أو الإمام الباقر قال أنه إذا ذكرت لكم حكما فاسألوني عن دليل ذلك الحكم من كتاب الله عز وجل. الإمام عندما يقول حكم كثير من الأحيان الرواة كانوا يسألون الأئمة شنو دليل هذا الحكم؟ نحن نسلم بهذا الحكم هو حكم الله ولكن أنتم قلتم لنا بينوا اسألوا إذا شئتم الدليل عن كتاب الله أو عن سنة الرسول صلى الله عليه وآله فلذلك الإمام كان يبين أن في الآية القرآنية في سورة كذا آية كذا هذه الآية تدل على هذا الحكم أو أن الرسول صلى الله عليه وآله شرع هذا الحكم في قضية كذا فإذا أنتم فيما بينكم تنازعتوا المرجع شنو هو المرجع هو كتاب الله المرجع هو سنه رسول الله صلى الله عليه واله مو انه تتنازع مع الامام الامام اذا بين لك خلاص لازم تقبله لكن يمكن تسال الامام شنو هو المصدر يقول لك المصدر القران او المصدر تشريع الرسول صلى الله عليه واله ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه واله وصيته التي كررها في اكثر من موطن ماذا يقول اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي في الصحاح السته للعامه هذا الحديث بألفاظ مختلفه خمس مرات متكرر باسناد صحيحه متواتره ولم يقل كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي هذا حديث موضوع لا سند له وانما وضعوه مقابل كتاب الله وعترتي مالك في الموطأ يقول وبلغني سمعت واحد سمع عن رسول الله بدون ما يذكر السند انه قال كتاب الله وسنتي زين لماذا الرسول قال كتاب الله وعترتي مع ان الايه تقول فردوه الى الله والرسول لان القران موجود اما سنة الرسول قد يكون اناس حرفوا فيها، القرآن لا يمكن التحريف فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، لكن التحريف في السنة ممكن الاحاديث الموضوعة حتى ان رسول الله صلى الله عليه واله قال: قد كثرت علي الكذابة يعني الجماعة الكاذبة أو قد كثرت عليّ الكذابة، صيغة مبالغة. كيف تميز السنة الصحيحة من غيرها؟ تراجع إلى الأئمة من أهل البيت، هو ما يشرع من نفسه. يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لا يشرع من نفسه، لأن التشريع انتهى برحيل رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أنتم تنازعتم في حكم راجعوا أمير المؤمنين. اما يبين لك من القران او يبين لك السنه الصحيحه. فلذا حفظ السنه الصحيحه الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. وبذلك يتبين لماذا الله سبحانه وتعالى في صدر الايه يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم يامر بطاعتهم ولا يرخص لهم نزاعهم النزاع معهم ثم يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ولا يذكر واولي الامر مره اخرى لان مصدر التشريع القران والرسول انت ما لك حق تتنازع مع اولي الامر اذا تنازعتوا فيما بينكم كما الضمائر تدل على ذلك فتراجع الى الله في القران وتراجع الى سنه الرسول التي حفظها لك الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، يبينون لك تشريع الرسول. هذا اولا. وثانيا احيانا بين المسلمين يصير خلاف في ان رسول الله من الذي عينه؟ الان المسلمون يختلفون الشيعه يقولون ان رسول الله عين عليا عليه السلام من بعده وآخرون يقولون أن الرسول لم يعين أحدا شن هذا نزاع شنو اللي يحل هذا النزاع القرآن في بعض آياته وأيضا الأحاديث التي وصلتنا عن رسول الله إذا تنازعت لا مع أولي الأمر وإنما تنازعت في أولي الأمر من هم تراجع كلام الرسول وهذا ما نحتج به على المخالفين نقول ان الاحاديث التي تدل على امامه امير المؤمنين هذه الاحاديث صحيحه موجوده في كتبكم الله سبحانه وتعالى اوصلها للجميع لتتم الحجه هي موجوده في كتب في كتبنا صحيحه وموجوده في كتبكم صحيحه ان تنازعتم في اولي الامر من هم هل امراء السرايا؟ هل اي عالم؟ هي اي واحد بايعوه ولو كان فاسقا مثلا؟ تراجع الى القران، القران ماذا يقول لك؟ "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما" قال "ومن ذريتي؟ قال "لا ينال عهد الظالمين" اي ظالم لا يكون إماما. الله سبحانه وتعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ واجمعت الامه على ان علي بن ابي طالب هو الاقضى وهو الاعلم ودلت على ذلك الاحاديث الصحيحه. في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع عمن عم لا يهدي الا ان يهدى. من الذي دائما يهدي الى الحق؟ إن اتبعتم عليا وجدتموه هاديا مهديا، أو إن وليتم عليا وجدتموه هاديا مهديا، وهكذا من آيات أخرى من القرآن، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه واله في حديث الغدير، وحديث المنزلة، وحديث الثقلين، وما إلى ذلك من أحاديث كثيرة ومتواترة. عن بُريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل في سورة النساء قال إيانا عنا يعني شأن النزول وكما ذكرنا شأن النزول لا يحصر المعنى خصوصية المورد لا تخصص الوارد ولذا ورد عن الأئمة الاستدلال بهذه الآية في كل أمانة قال إيانا عنا أن يؤدي الأول إلى الإمام الذي بعده الكتب والعلم والسلاح الكتب يعني الكتب السماوية التي أنزلت من زمان آدم إلى زمان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله باستثناء القرآن الذي هو موجود بين الدفتين بعيد الناس سائر الكتب ليست موجودة بعيد الناس وإنما هي موجودة عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام الكتب والعلم العلم الذي انزله الله سبحانه وتعالى يؤدي الاول الى الاخر والسلاح يعني سلاح رسول الله لان سلاح رسول الله علامه الامامه كما ان التابوت في بني اسرائيل كان علامه النبوه ثم يقول الله سبحانه وتعالى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل شنو معناه؟ الامام الباقر يقول الذي في ايديكم العدل الذي في أيديكم يعني الذي تعلمونه من القرآن ومن شريعة الرسول صلى الله عليه وآله ثم قال للناس يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من هو المخاطب؟ المخاطب ليس أُولُ الأمر ما له معنى أن أمر أن تطيع نفسك المخاطب منه الناس يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم إيانا عنا خاصه. اولي الامر يعني الائمه. امر جميع المؤمنين الى يوم القيامه بطاعتنا، لانه يقول يا ايها الذين امنوا. ثم بعد ذلك الامام يفسر المقطع الثاني من الايه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. يقول فإن خفتم تنازعا في امر في أم أي امر من الامور فردوه الى الله والى الرسول والى اولي الامر منكم كذا نزلت، يعني هذا المعنى نزل، قد ذكرنا سابقا ان القرآن كما نزل الفاظه في سته آلاف ونيف آيه كذلك نزل تفسيره وتأويله في أحد عشر ألف ونيف حديث قدسي فهذا المعنى وإلى أولي الأمر منكم كذا نزلت هذا في المعنى مو معنى أنه تتنازع مع أولي الأمر كيف الله يأمر يا بأن تطيع أولي الأمر ثم يرخص لك أن تنازعه هذا ما إلى معنى أصلاً وكيف يامرهم الله عز وجل بطاعه ولاه الامر ويرخص في منازعتهم. والايه ليست موجهه الى اولي الامر، موجهه لعامه الناس. انما قيل ذلك للمامورين الذين قيل لهم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يعني يا ايها الذين امنوا. لماذا لم يذكر اولي الامر؟ مرة ثانية فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول لان اولي الامر ليسوا مشرعين، الائمة ليسوا مشرعين بمعنى انهم يشرعون حكما لم ينزله الله على رسوله ولم يشرعه الرسول، لان الشريعة كملت قبل رحيل الرسول حيث قال سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اتنازعتوا فيما بينكم تشريع من الائمه ماكو تشريع من الله ومن الرسول زين شنو هو الدليل من القران؟ شنو هو الدليل من كلام الرسول؟ لكن هذا مو معنى انه يحق لك ان تنازع الامام وترد كلامه لان الله امرك بطاعته وانما كلامه هذا في الاحكام الشرعيه ليس تشريعا منه وانما هو بيان ل القران او بيان لسنه الرسول صلى الله عليه واله، لهذا الاحاديث التي وصلتنا عن الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. كل ما ذكروه في احكام الشرع هو اخذوه من جدهم رسول الله ومن القران. فلذلك اذا احنا نراجع الى احاديث اهل البيت فانما نرجع الى القران وانما نرجع الى الرسول لان احاديثهم لا تعدو القران ولا تعدو كلام رسول الله صلى الله عليه واله وبذلك يتضح معنى هذه الايه ان الله امر باطاعه الله وامر باطاعه الرسول وامر باطاعه اولي الامر اطاعه مطلقه فلم يرخص في نزاعهم اذا المسلمون تنازعوا في حكم فالمرجع الله والرسول وهذا لا ينافي كون الائمه ايضا هم المرجع. لماذا؟ لان ما يقولونه هو كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه واله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يفهمنا معاني كتابه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.